اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بنجمنا النهارده الناقد الرياضي سعيد علي اللي برحب بيه هنا في المحترف. مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن، منورنا. منور دايما بوجودك ودايما بكون مبسوط بالحديث معاك حبيبي. ربنا يخليك. عندنا كلام كتير جدا عن الكره العالميه، بس حابب باختصار تقول لنا رايك طبعا في مباراه النهائي وكلمه لجماهير النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي للفتره اللي جايه. يعني في الحقيقه عايزين نؤكد في البدايه على ان الحياه مش طول الوقت انتصارات، في انتصارات وفي مطبات وفي انتكاسات كمان، لكن اللي حصل للنادي الاهلي هو بعيد كل البعد عن فكره الانتكاسه او فكره السقوط، لانك لما بتتوج ببطولتين قاريتين موسمين على التوالي ثم تلعب نهائي ثالث فانت كنت بتبحث عن انجاز استثنائي وفريد اذا لم يتحقق، فده لا يقلل ابدا لا من المنظومه ولا من الجهاز الفني ولا من اللاعبين، ده اللي عايزين ناكد عليه دايما. لكن لو اتكلمت بشكل سريع كابتن هاني عن اسباب الخساره، هناك اسباب خارجه عن ارادتنا تماما وكلنا نعلمها، ما جرى من كاف وما جرى من محاولات لتوجيه البطوله في اتجاه اخر، كان مناخ غير عادل بالمره، ان فريق يلعب على ارض الخصم واسعه جماهيريه كامله للمنافس، فده طبعا بيخل بمبدا تكافؤ الفرص وبيخل بالعداله. لكن لاننا اعتدنا دايما ان البطل ما بيكونش ضحيه، ما بيكونش ضحية الظروف، ومطلوب منه انه يكسر اي ظروف بما فيها الظلم، بما فيها عدم التكافؤ. صحيح. مطالب ففي اسباب خاصه بينا احنا. انا اعتقد ويمكن كنت بتكلم معاك قبل الهوا كابتن ان كنت حاطط احتماليه خساره الاهلي لان غياب ثلاثي الوسط طوال الفتره اللي فاتت، اليو ديانج مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه، كافي انه يوقع اي منظومه جماعيه. في لاعب واحد فقط بيفرق في فرق كبيره وده حصل مع انديه كبيره هذا الموسم، لكن لما يكون الثلاثه بتوع نص الملعب بعاد عن المباريات لفتره طويله الناس بتتوهم او بتعتقد ان لما لعيب يغيب هيرجع زي ما هو، لا، اللعيب بيصل لفورمه بشكل تدريجي. مظبوط. فده كافي ان يخل بالمنظومه ويخلي النادي الاهلي ما كانش في حالته والمنظومه كانت مش في افضل حالتها بسبب التراجع البدني لهذا الثلاثي بالتحديد ثم اشياء اخرى طبعا دي محتاجه وقت طويل. اكيد طبعا، وزي ما قلت في الانترو سعيد ان خلاص دي صفحه واتقفلت. صحيح. الكلام فيها كتير بيعطل، ما بيقدمش. صحيح. يعني الفتره اللي جايه زي ما بقول الكابتن محمود الخطيب عنده رؤيه وقال خلاص احنا قفلنا الملف، عندنا 3 بطولات، عندنا دوري واثنين كاس ان شاء الله، هو دوت هيكون الرد باذن الله بحصول النادي الاهلي على 3 بطولات دي. طيب نروح لبطوله يمكن الناس ما كانتش عارفينها قوي، فيناليسما. دي بطوله يمكن كان اول نسخه 85 فازت بيها فرنسا على حساب اورجواي، و 93 الارجنتين على حساب الدنمارك، وامبارح مباراه كانت ما بين الارجنتين وبطل امريكا كوب امريكا، وطبعا المنتخب الايطالي بطل اوروبا. شفت المباراه ازاي؟ وكنت متوقع هذه النتيجة بفوز الأرجنتين 3-0. هو المباراة في الحقيقة أخذت منحى جدي ورسمي أكثر مما توقعنا، يعني هي فعليا بطولة رسمية بتمثل بطل أو قمة الهرم الكروي في العالم، بطل كوبا أمريكا وبطل اليورو، لكن حالة الجدية اللي كانت حاضرة في المباراة من كل اللاعبين ومن كل النجوم ورغبتهم في الفوز بهذه البطولة وخاصة وبالتحديد من ميسي اللي بيقدم نسخة شابة جدا من نسخ ميسي اللي احنا عرفناها، فده بيقول لك قد ايه ان البطولة دي كانت مهمة، حالة الصخب الجماهيري. فبالتأكيد انا شفت المباراة اخذت المنحى الرسمي اكتر مما نتوقع. الارجنتين اظهر قوة كبيرة جدا بتقول انه واحد من المرشحين الكبار لبطولة كأس العالم المقبلة، وعايزين نقول واحد من المرشحين وليس المرشح الأبرز، لان دايما المرشح الأبرز دي بتتقال على فريق شبه متكامل او فريق شرس جدا. مين بالنسبة لك لغاية دلوقتي في كأس العالم الجاي هو المرشح الأبرز زي ما بتقول فريق يعتبر شبه متكامل لغايه دلوقتي؟ صحيح. انا يمكن اقول بشكل مختصر ان في تقارب شديد ما بين المانيا فرنسا اسبانيا معاهم الارجنتين، بشوف ان مفيش حد بيتفرد. ما قلتش البرازيل. كنت هقول البرازيل وممكن كمان يدخل معاهم بلجيكا طوال الوقت يبقى منتخب مرشح، لكن عايز اقول ان المستويات متقاربه ما بين الكل، مفيش حد بيتفرد بمسافه بعيده. صحيح. عن الاخرين. فبالتالي بشوف ان الفرص متاحه والتنافسيه اكبر في النسخه دي، وبشوفها فرصه برضو لميسي وكريستيانو رونالدو البرتغال يبقى مرشح، لان سكواد البرتغال فعليا سكواد شرس جدا مرعب في كل خطوطه، يمكن بيعاني مشاكل خاصه بالتكتيك خاصه بالاداره الفنيه، لكن يبقى البرتغال ايضا من بين المرشحين للبطوله. الناس اللي اتفرجوا على الماتش بعض المحللين فوجئوا بمستوى ميسي،
صحيح. مقارنة بأدائه مع بي اس جي في الدوري الفرنسي، لا بيقولوا ميسي ظهر بنسخة برشلونة. صحيح. أداء على أعلى 2011. مستوى. بالظبط. يعني أنت لما تشوف النهاردة أرقام ميسي في نهاية 2011 في نفس الملعب مع برشلونة أمام مانشستر يونايتد، وأرقامه أمس بتشوف تشابه وتقارب شديد جدا جدا في الفاعلية، في يكونوا اللاعب الافضل داخل المباراه، قدرته على صناعه كم كبير من الفرص، 4 فرص بيصنعها امبارح، بيصنع هدفين، اكتر لاعب مراوغه في الملعب، اكتر لاعب بيسدد، يعني بنشوف. والاغرب كمان يا كابتن ان ميسي بيدافع وبيقطع الكوره من منطقه جزاء الارجنتين، ثم بيقطع 60 70 متر سبرنت وبيسدد من داخل منطقه جزاء ايطاليا. ده بيعكس ان الحاله المزاجيه لميسي اولا مع الارجنتين شيء مغاير تماما عنه في باريس سان جيرمان، والحاله الثانيه العمل الفني الكبير اللي قام بيه سكالوني علشان يطلع النسخه دي من ميسي. ميسي لاعب بيحتاج مساحه اكبر من الارتجاليه، يعني ما تقيدنيش قوي بمساحه ومنطقه وادوار، اديني مساحه. انت شايف التقييد ده موجود في البي اس جي؟ يعني ما فيش المساحه زي ما انت بتتكلم، هو ميسي لعيب عايز اشتغل زي ما انت عايز، انا شايف المساحات ده مش موجود في بي اس جي اكتر، لانك انت عدد اللاعبين اللي عايزين المساحه الارتجاليه دي كتير، فانت مش قادر تعمل ده مع ميسي ومش قادر توفر له ده. انما الادوار المركبه اللي صنعها سكالوني للمحاور ديباول ولوسيلسو ساعدت ميسي قوي في انه يقوم بده. يمكن احنا شفنا ديباول واحد من اهم العوامل اللي منجح ميسي ومنجح الارجنتين، لانه طوال الوقت بيدافع مكان ميسي ومكان مولينا كمان لما بيتقدم الظهير الايمن، ومع ده قادر يقوم بنفس الادوار الهجوميه وبيكمل، وكذلك لوسيلسو في الناحيه الثانيه. فانا بشوف ان سكالوني فعليا عمل شغل فني وخطط كبير جدا جدا، ساهم في النهايه ان احنا نشوف النسخه الشابه من ميسي، وان احنا نشوف ميسي اللي تشعر انه اعاد الحيويه لكره القدم امس. يعني انت تشوف التايم لاين في كل مواقع التواصل الاجتماعي حاله مزاجيه غير عاديه، لان احنا فعليا ميسي عاقبنا، عاقب جمهور كره القدم لما قرر يروح لنسخه اللامبالاه اللي احنا بنشوفها مع باريس. مش يعني بيستجم او بيقضي وقت لطيف في برج ايفل، مش بيلعب كوره، فحرمنا احنا كلنا من اللي احنا شفناه امبارح. احنا طوال الوقت يعني ميسي قادر يعالج حالات اكتئاب لو هو قادر يديك ده طول الوقت، فاعاد لينا الحيويه تاني، اعاد لينا كره القدم اللي احنا بنحبها وبنعشقها، نتمنى يستمر ده. وانا اعتقد ان ميسي في تصريحه الاخير قال انتظروا موسم اخر بشكل مختلف مع بي اس جي، اتمنى يكون. طب تعالى انا وانت كمان نشوف، يعني طبعا ميسي كانت مفاجاه، مش طبعا هي مفاجاه كمان على المستوى البدني، يعني المستوى البدني. صحيح. ميسي ظهر بصوره اكتر من رائعه، يعني بنشوف ميسي بيعمل فاولات بتاكلينج وبياخد الكوره بيقطع بيها مسافه 20 25 متر سبرنت، بيدافع بشكل كويس. ميسي امبارح تحس انه نسخه برشلونه، يعني رجعنا ل10 سنين لورا. والسؤال كمان اللي بيطرح نفسه، هل يعتبر نسخة كأس العالم القادمة هي النسخة الأخيرة على مستوى الدولي لميسي؟ لكن تعالوا نشوف ميسي بعد الفوز امبارح على إيطاليا 3-0 قال إيه، ونرجع مع حضرتك. مواصلة النمو هو ما نسعى لتحقيقه، نعمل كل يوم لأجل الارتقاء بالمستوى. سنواصل القول إننا لسنا على صدارة المفضلين، لكننا سنقاتل أي خصم، لأن هذه المجموعة من اللاعبين مفعمة بالأمل ولديها هدف واضح. علينا مواصلة التحسن، لدينا الآن مباريات هامة، نحتاج لبذل جهد شاق للارتقاء بمستوانا حتى نصل إلى كأس العالم على أفضل وجه ممكن. كانت المباراة في الواقع متكافئة لحين تسجيل الهدف الأول، إنه منتخب عظيم، كان جورجينيو بمفرده في أول 20 دقيقة، حاولنا السيطرة عليه ولم نرد ارتكاب أي خطأ بضغوطنا. تغيرت المباراة بشكل تام عقب الهدف. سعيد بيتكلم على نقطة التحول، هي الهدف الأول. يعني ميسي قال إن المباراة بدأت متكافئة ما بين الطرفين، ولكن كانت نقطة البداية أو نقطة التحول هو الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. صحيح طبعا، الهدف الأول لعب دور مهم في إن أعطى الأرجنتين مساحات أكبر، يمكن كمان زرع شكوك كانت موجودة بالأساس عند المنتخب الإيطالي، لأنه فعليا المنتخب الإيطالي كان بادئ شوية خايف، كان بادئ شوية حذر من الأرجنتين اللي كان عنده الدوافع والحوافز أكبر وداخل كمرشح
افضل للفوز، فشفنا بعدها فعلا مساحات بتظهر بشكل اكبر. وخلينا نقول ان الارجنتين يعني مع سكالوني نقطه التفوق الاساسيه انه شرس جدا دفاعيا، فطوال هو متقدم في النتيجه او مش مطالب بالتسجيل، فانت بتشوف منتخب صعب جدا بيدافع ب 4 4 2 بشكل كويس، عنده 8 تحت الكوره طوال الوقت، وده بيخلينا نركز اكتر على دور دي ماريا العظيم في انه ازاي بيتحول لمدافع رابع مع ثلاثي الوسط، لاعب في سن ال 34 ما زال بيسجل اهداف حاسمه في كل البطولات. النهارده بنشوف بالطريقه اللي سجل بيها امبارح، سجل بيها في نهائي الكوبا، سجل بيها في الاولمبياد، 34 سنه ولسه بيدافع بشكل كانه لاعب شاب، عامل توازن كبير قوي في المنتخب الارجنتيني، وكمان هو محطه استقبال لعب طول الوقت، بنشوف بيحملوا عليه كتير قوي بارسال كرات طوليه لدي ماريا. فانا بشوف ان واحده من اهم نقاط القوه ان الارجنتين منتخب صعب تسجل فيه، في اخر 10 مباريات يعني عنده 7 كلين شيت، فهو شرس جدا دفاعيا. فزي ما ميسي قال ان احنا بعد الهدف اصبحنا يعني المهمه بقت اسهل، ابتدينا لقينا نلاقي المساحات، الموضوع سهل. انا بشوف ان الارجنتين كمان رحم ايطاليا من هزيمه تاريخيه اكبر، كان قادر يكسب امبارح 5-6، يعني كان هيبقى فيه اهانه. قبل ما هاجي طبعا لمانشيني والمنتخب الايطالي، كمان نشوف ارقام المباراه، لان زي ما بيقول ميسي يعني كانت مباراه اول ربع ساعه، يعني هنشوف الارقام، لان الارقام كمان بيكون ليها دلاله معينه. ميسي قال ان احنا فرضنا سيطرتنا بعد الهدف الاول، فكمان على مستوى المنتخب الايطالي. والسؤال اللي جاي لسعيد، هل ما زال شبح الخروج من كاس العالم القادمه ما زال مسيطر على اجواء المنتخب الايطالي بطل اوروبا؟ هل ده مأثر على المعنويات؟ هل مانشيني كان وجوده صح باستكمال المسيره، ام كان من الافضل تغيير القياده الفنيه؟ يعني في الحقيقه خلينا نقول فعليا انك تكون بطل يورو وراجع بعد غياب طويل وحملات تشكيك في الكره الايطاليه عموما وتراجع مستوى كبير، فانك ما تقدرش تصعد كاس عالم وامام خصم ضعيف جدا او خارج التصنيف تماما في المباراه الفاصله، فده بيعيد او بيؤكد الشكوك اللي حواليك، وان تتويجك بالبطوله القاريه او اليورو كان عمل ربما الصدفه لعبت فيه دور كبير والحظ ساعدك فيه. يمكن انا من الناس اللي بتقول ان ايطاليا قدمت يورو عظيم جدا صحيح. جدا، لكن ده لا يعكس ابدا فكره ان الكره الايطاليه تعافت او المنتخب الايطالي تعافى وقادر يرجع. مازال متاثر زي ما انت حضرتك تفضلت وقلت كابتن هاني معنويا بخروجه من كاس العالم، غيابه عن المونديال طبعا عامل فارق جدا. في لاعبين كتير في المنتخب الايطالي خلاص يعني خلصوا وهم عبء على المنتخب، زي كليني امبارح احنا بنشوف كليني مبيع مباراته الاخيره، كان ثغره كبيره، قادر تلعب وراه كتير، اي صراع ثنائي بيخسره. فبالتالي انا بشوف مانشيني مظلوم لان المنتخب عنده جوانب قصور في خطوط كتير محتاجه تتعالج، لسه محتاج يشوف عناصر شابه وعناصر جديده تضيف للمنتخب الايطالي. بقاء مانشيني مهم لان على مستوى التكتيك مانشيني فعليا غير من الشكل والهويه الايطاليه اللي خلينا نقول تراجع كتير امام الهويه العصريه للكره الالمانيه والكره الاسبانيه، حتى الانجليز تقدموا انا كتير. معاك تماما، واعتقد كمان الكره الايطاليه محتاج تجديد دماء على مستوى المنتخب، النزول بالاعمار السنيه، حصول ايطاليا على بطوله اوروبا وعدم التاهل لكاس العالم، ده كانت شبح كبير جدا يطارد مانشيني والمنتخب الايطالي. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا المتميز مع المتميز سعيد علي. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المنتخب الايطالي، بنتكلم بالاخص على القياده الفنيه والاداره الفنيه مانشيني. انت شايف بعد الخروج او عدم الوصول الكارثي لمنتخب ايطاليا لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي، ايه اللي محتاجه المنتخب الايطالي الفتره اللي جايه، او بالاخص مانشيني يعمل ايه لعوده ثاني للمنتخب الايطالي لسابع عهده؟ تمام. انا عايز اقول ان مانشيني على مستوى شغله كمدير فني هو ما عندوش قصور كبير، يعني او الجوانب القصور لا يلام عليها بشكل كبير. اذا تحدثنا عن المعطيات الاخرى الخاصه بمستوى الأندية الإيطالية، قدرتها على التنافسية مع منافسيها في أوروبا حاليا، مستوى اللاعبين الناشئين والشبان في إيطاليا عامل ازاي دلوقتي، احنا لما بنتكلم يعني ما بنعرفش نعد 2-3 لاعبين نقول عليهم مستقبلهم واعد في الكرة الإيطالية. فأنا بشوف مانشيني على مستوى التكتيك والأفكار أضاف للكرة الإيطالية، إن أنا شفت في نسخة يورو الأخيرة منتخب بيبني كرة من تحت بخلاف الهوية الإيطالية، منتخب بيمارس ضغط عالي في كل مناطق الملعب، منتخب
قادر على انه يلعب الكره العصريه، وده اختلاف. كان بيلعب كوره جماعيه بشكل كبير يعني. صحيح. ما كانش في نجم مميز كيزا مثلا انسيني، لكن على مستوى بيلعب كوره جماعيه بشكل رائع يعني. صحيح، لكنه في النهايه، في النهايه الادوات عامل مهم جدا علشان تنفذ التكتيك ده. فانا بشوف ان الكره الايطاليه القصور مش في مانشيني ولا في شخص مدير فني، القصور اساسا انك مش قادر تبرز او تفرز عناصر قادره تضيف للكره الايطاليه وقادره تساعد مانشيني على انه يبني ده. فانا بشوف ان الازمه تحت، ومانشيني مدرب يعني وجوده مهم، استمراريته مهمه، لانه بيغذي فكره لعب الكره العصريه. يمكن انا لما تابعت الدوري الايطالي السنه ده كابتن هاني، شفت فرقه صغيره زي تورينيو بدات تلعب الكره دي، بدات تحضر من تحت. لاتسيو بدا يلعب الكره بالشكل ده، نابولي مازال متمسك ايضا بانه يقدم الكره دي. فالتحول هياتي اولا من الانديه، ثم بتقدر من خلالها تفرز عناصر قادره تلعب التكتيك اللي كليني ما كانش عايزه ولا حبه، وكان دايما طوال الوقت في حاله اشتباك مع جوارديولا ومع الكره العصريه. بيقول لك ايه دايما كليني؟ ان المدافع لازم يفضل مدافع، جوارديولا عايزنا نلعب كوره، عايزنا نتحول لمهاجمين. فانت لا، بالنهايه لازم المدافع في الكره العصريه يتحول لمهاجم قادر انه يبني، قادر انه يطلع بالكوره، قادر انه يشارك في ادوار هجوميه يقدم الاضافه. فبالتاكيد مدرسه مختلفه، وكمان صحيح. على مستوى الكره الايطاليه اكيد طبعا بتمر بازمه، عدم وصولها لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. زي ما قال سعيد، محتاجين الدوري الايطالي يفرز لاعبين افضل على مستوى الاداء، على مستوى الاعمار السنيه، لكن كمان مهمه صعبه لمانشيني لاستعاده هيبه الكره الايطاليه على المستوى العالمي. نشوف مع حضراتكم قال ايه. لعبوا بصورة حسنة جدا وهيأوا العديد من الفرص، علينا تهنئتهم على أدائهم في هذه المباراة. كان بوسعنا في رأيي تقديم أداء أفضل، إلا أن ذلك لم يحدث. علينا التركيز الآن على مواصلة العمل. إجابات مختصرة سريعة، بيشكر لاعبته، لكن واضح ان هو يعني الامور كانت متوقعة بالنسبة له. تحس ان الامور متوقعة بيقابل منتخب كبير زي منتخب الارجنتيني، وتحس ان هو لا يعني لسه عندي مشوار طويل جاي يعني. صحيح، انت كمان قدام الارجنتين 32 مباراة بدون هزيمة، وزي ما اتكلمنا اخر 10 مباريات 7 كلين شيت، فانت قدام منتخب شرس جدا. فده كان متوقع، لكنه كان بيسعى على الاقل اداء افضل من ده. طيب. يعني شكل الكره الايطاليه في امبارح يعني في وضع محرج جدا جدا امام ميسي وامام الارجنتين، فاعتقد ان هو متاثر معنويا وعنده يعني خلينا نقول خيبه امل ان المباراه طلعت بالشكل ده. لكن انا بقول ان الارجنتين كان رؤوف بايطاليا، او يمكن القدر كان رؤوف شويه بايطاليا، لان كانت المباراه ممكن تطلع 4 وتطلع 5. الارجنتين اضاعت فرص كتير جدا، ويمكن التبديلات كمان اللي تمت علشان ترضيه بعض اللاعبين، او بيحاول يساعد لاعبين جداد زي الفاريز بيدخل لاول مره بنشوفه. فاعتقد ان لو الارجنتين لعب بجديه 90 دقيقه وما اهدرش فرص كتير، كان قادر كمان يطلع بنتيجه اكبر من 3-0. طيب كمان على مستوى الدفاع، بنتكلم على الكره الايطاليه مميزه جدا بالدفاع، وزي ما قال سعيد كليني طبعا البالغ من العمر 37 سنه، ده كانت اخر مباراه ايطاليه بالنسبه له. كمان بنتكلم على بونوتشي طبعا السرد باك الثاني، بنتكلم على 2 سرد باكين لمنتخب الايطالي عمرهم اكثر من 70 سنه، 35 و37 سنه. الكره الايطاليه محتاجه مالديني، محتاجه باريز، محتاجين لعيبه مميزه في وسط الدفاع. تعالوا مع بعض ونشوف يا سعيد كمان كليني قال ايه بعد انتهاء المباراه والفوز او الخساره امام المنتخب الارجنتيني بثلاثيه نظيفه. يستحقون الفوز لأنهم لعبوا أفضل منا، ولأن منتخبهم عظيم. افتقدنا عددا من العناصر الهامة، لكنهم يستحقون الفوز، واعتقد أنهم قادرون على الفوز بكأس العالم. طبعا بيتكلم بشكل واقعي جدا وشكل منطقي جدا، وهو يمكن هو مبسوط ان هو بينهي مسيرته في حدث كبير زي ده، حتى لو هو خسر. لكن في النهايه الكره الايطاليه زي ما اتفقنا هي متراجعه بشكل كلي، وما كانش حد منتظر انتصار. لكن انا اعتقد كليني خروجه خروج رمزي لمرحله يجب ان تموت من عمر الكره الايطاليه، وانا بشوفه هو معبر عن فكره الهويه الايطاليه اللي خلاص ما بقاش ليها وجود في العصر الحديث. ويمكن انا شخصيا على المستوى الشخصي ببقى مبسوط
لهزيمة كليني لأنه بيناهض الحداثة والتطور وحالة اشتباكهم مع الكرة العصرية. أنا كنت طول الوقت ضدها، وكنت بقول إن إيطاليا مش هتتقدم إلا إذا لعبت كرة جوارديولا اللي بيغضها كليني. أنا أعتقد إن بس سعيد ده محتاج زي ما أنت بتقول، لو أنت عايز المدرسة ديت يبقى لازم تبدأ من الأندية. صحيح. لازم الأندية تبدا تشتغل الشغل. صحيح. ده انك عندك اتنين سردباكين او عندك خط الدفاع قادر انه يعمل البيلد اب من تحت. صحيح. طريقه جارديولا، طريقه حتى دلوقتي بنتكلم على كل الفرق في صحيح. الدوري الانجليزي معظمها بتعمل البيلد اب يعني. صحيح. ده محتاج وقت. بس المهم القناعه الاول، انت تتوصل لهذه القناعه، لكن ما ينفعش يبقى القائد بتاعك الاساسي ده حديثه. يمكن اندرسون كان ليه تصريح سيء جدا جدا عن مانشستر سيتي في الوقت اللي كل الكلوب يورجن كلوب وكل لاعبي ليفربول بيمتدحوا في مانشستر سيتي بشكل قوي جدا. اندرسون قال لك انا ما بتفرجش على ماتشات مانشستر سيتي، طريقتهم ما بتعجبنيش، انا بتفرج على افلام اطفال. ويمكن ده تصريح يعني ساذج جدا، ما ينفعش يصدر عن قائد وكابتن فريق منافس في اقوى دوري في العالم. فانا بعتقد ان ده بيعبر عن طريقه تفكير غلط جدا. ويمكن اندرسون بالتحديد كان واحد من الاسباب اللي ادت لان ليفربول ما يكونش في افضل حالاته في نهايه دوري ابطال اوروبا. يمكن اخر 10 مباريات او اخر 12 مباراه في الدوري كان الاثنين المحاور تياجو الكنتارا ونابي كيتا، والاثنين قادرين يعملوا اضافه هجوميه كبيره. صحيح. لما اصيب فابينيو بدا يدخل اندرسون، وللاسف الشديد اندرسون بدا في المحور في نهايه دوري ابطال اوروبا، ولانه مش قادر يقدم التكمله الهجوميه وانه يبقى مهاجم تاني وانه قادر على الاختراق، بيلعب بالشكل النمطي اللي هو بيحبه ويفضله واللعب المباشر اللي هو بيتكلم عنه. ليفربول افتقد للمحور المهم جدا، القادر على الاختراق. يمكن اكتر مباراه في مشوار ليفربول ابرزت قد ايه فينالدوم مؤثر غيابه خلال منذ الرحلة عن ليفربول هي مباراة ريال مدريد، لأنك ما كانش عندك المحور اللي قادر يكمل. ربما نابي كيتا عمل ده شوية في بطولة الدوري وقدر يروغ وقدر يخترق. تياجو الكانتارا لما يبقى في حالته البدنية وعنده تحرر أكبر في التقدم بالكورة ودخول منطقة الجزاء الخصم، لكن ده ما كانش حاصل في النهائي لأنه ما كانش كامل بدنيا وكان مصاب، وكان في شكوك أساسا لحد اللحظة الأخيرة حوالين مشاركته. فأنا بقول لهندرسون لا، أنت لازم تقتنع بأن في حدثة بتحصل وفي تطور. مفيش شك، مفيش شك يا طبعا. وخلي بالك الابديت دايما ما بيكونش على المدرب بس، كمان لازم اللعيب يطور من نفسه. صحيح. على مستوى الخطط، على مستوى المدربين. وإيمرسون طبعا لعيب مدافع المنتخب الإيطالي كان كمان ليه تصريح بعد المباراة، نشوف مع حضراتكم. أردنا أن نمنح كليني فرصة رفع كأس آخر، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا. أسعدني اللعب بجانبه في المنتخب الوطني في آخر 4 سنوات، أتمنى له التوفيق في حياته. طبعا هو بيتكلم على طبعا كليني، وهو أكيد سعيد بأنه يلعب بجوار كليني. ما فيش شك طبعا كليني رمز، طبعا رمز كبير وتاريخ كبير جدا في الكرة الإيطالية، ما فيش شك. ولكن زي ما بنقول في جديد كل يوم في الكرة، في تطورات، في تطور كتير، ولازم اللعيبة كمان لازم تطور نفسها بقدر وبسرعة تطور الكرة في الخطط وفي البوزيشن وفي التحركات في كل حاجة. يا كابتن احنا يعني عايز اتكلم عن مثال بسيط جدا في فكرة اللاعب المتطور. محمد صلاح وصل للحالة اللي هو بيعيشها، ووصل الى الدوري الانجليزي في الموسم الاول، قدم اهم ارقام طوال مشواره مع ليفربول في الموسم الاول ليه. طب هل اللاعب اللي بيقدم اهم ارقام ليه في الموسم الاول ده ناتج عن صدفه ولا في حاجات حصلت؟ الحاجات اللي حصلت لما بتيجي تقرا الستوري بتاع محمد صلاح وازاي جهز نفسه قبل ما يوصل. تيجي نأجل الكلام الحلو ده لان في فقره كامله عن محمد صلاح. صحيح. لان محمد صلاح عايزين كمان نقيمه على مستوى السنه دي. ناس بتقول ان محمد صلاح السنه دي خرج يعني فارغ الوفاض زي ما بيقولوا، او ما عندوش اي انجازات، لكن الكلام ده عاري تماما من الصح. محمد صلاح بيقدم موسم اكتر من رائع. هيكون كلامنا ان شاء الله بعد الفاصل كلام كتير جدا جدا عن محمد صلاح، وطبعا وكمان سعيد علي محضر لنا ارقام كتير جدا. نشوف محمد صلاح عمل ايه السيزون ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي خاصه بمحمد صلاح، وقبل ما اتناقش مع طبعا ناقدنا وضيفنا النهارده سعيد على محمد صلاح، انا من خلال تواجدي في 12 سنه او 15 سنه في اوروبا عايز اقول لحضراتكم ما وصل ليه محمد صلاح ده خيال. ما كانش اي حد، ومنهم انا وكل اساله كل المحترفين واي واحد في مصر اساله هل كان يتوقع في يوم من الايام
ان يكون عندنا لاعب مصري عربي يصل لارقام محمد صلاح؟ ما اعتقدش حد هيقول لك اه. ومحمد صلاح بيحقق انجازات رائعه. محمد صلاح وخلي بالكم انتوا بس بتشوفوا من بره، يعني انا عشت التجربه وعشت قد ايه التحديات والصعوبات اللي حضراتكم ممكن ما بتكونوش شايفينها على الشاشه. يعني اللي بتشوفوه 90 دقيقه ده ملخص سريع جدا لتحديات وتحديات كبيره جدا بيمر بيها اللاعب من خلال بدايه من التزامه، من تدريباته، من صبره، من بعض الانتقادات، من كونه لعيب عربي مصري. خلي بالكم دي مهم جدا، انا عشت الكلام دوت. وتجديد الطموحات، بيلعب في اقوى نادي في اوروبا واقوى دوري في العالم. تحديات على مستوى الارقام، تحديات على مستوى اللعيبه المنافسه. خلي بالكم الامر ده امر صعب جدا جدا جدا. ما وصل اليه محمد صلاح وما يحققه محمد صلاح يصعب على اي لاعب مصري خلال نقدر نقول الخمسين سنه اللي جايه انه يحققه. فعايزين ندي هذا الرجل القيمه المناسبه ليه. محمد صلاح يا جماعه لازم يتقيم في بلده اكتر من كده. لازم، ما بقولكش ما تنتقدش محمد صلاح لو لعب مباراه مع المنتخب، لا لا خالص، ما فيش حد خارج الانتقاد، ولكن ادي البني ادم قيمته الحقيقيه. دايما بيقول المصري ما بيتقدرش في بلده، بيتقدر بره. عايزين ننهي المقوله دي، عايزين، لا احنا كمصريين لازم 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 ننجح ولادنا، ولازم نقف جنب ولادنا، ولازم نعمل سبورت لولادنا. فسعيد معلش انا خدت الدقيقتين دول لان الفترات اللي فاتت وبعد خساره ليفربول لنهائي دوري الابطال هنقول قله من الناس هاجموا محمد صلاح، وانا اصلا انا عشت التجربه دي تمام وعارف يعني زي ما بقول الناس بتشوف ال 90 دقيقه صحيح. بقيه الايام وبقيه الساعات اللي بيقضيها محمد صلاح عشان يحضر لل 90 دقيقه دي مش سهله صحيح. وبالتالي رايك ايه اولا في الجزئيه ديت، ونبدا نشوف محمد صلاح عمل ايه الموسم ده. طيب انا عايز بس اكد في البدايه كابتن على ان مفيش انسان واحد او شخص واحد او مشجع واحد سواء في مصر او في اي مكان في العالم ينكر ان محمد صلاح واحد من العلامات البارزه في كره القدم الحديثه وفي اخر 5 سنوات بالتحديد، يعني بيقف على مسافه واحده مع افضل 4 5 لاعبين بيقدموا اداء على مستوى فردي. محمد صلاح هو الشيء اقرب الى معجزه، مفيش خلاف ابدا على هذا الامر. لكن انا اسمح لي كابتن اختلف معاك في نقطه معينه. الناس اللي انتقدت محمد صلاح او جمهور ريال مدريد في مصر اللي انتقد محمد صلاح وهو كله قطاع شاب واغلبيتهم مراهقين بالاساس، فانا مش عايز كابتن احاسبهم او احاكمهم وعلق لهم مشانق علشان هي ميولهم او عاطفتهم بتصب. لا بس انا هقف عند دي. اتفضل. انا ما قلتش انت من حقك، انت بتشجع ريال مدريد صحيح. من حقك انك تشجع النادي اللي بتحبه صحيح. مش معنى انك بتشجع ريال مدريد معنى كده انك ضد ابن بلدك صحيح. محمد صلاح لازم نحط صح. فاصل ده اللي انا عايز اوضحه طيب. لا لا صحيح. لكن انا بتكلم على الناس اللي بتنقص من قيمه محمد صلاح بالرغم من زي ما بقول لك هو ما كانش حد في مصر يتخيل ان ممكن في لعيب مصري يوصل لمصر ليه. هو اشبه بمعجزه زي ما قلت وبكرر تاني، بالتاكيد ما فيش اي حد يقدر ينقص. بس خليني اقول ان يعني حتى النسبه القليله جدا اللي طوال الوقت مش عايز اشوف حد ناجح لا محمد صلاح ولا غيره، فدي يعني لا تنطبق عليها الحاله الخاصه بريال مدريد، لان الحاله الخاصه بتاع ريال مدريد يمكن حصل اشتباك يمكن انا لاحظته كويس جدا ما بين المجموعه اللي هي الشابه بالتحديد والقطاع الارض اللي هو يمكن عايز اقول شغفه بكره القدم زاد او ظهر مع محمد صلاح او مع بروز ظاهره محمد صلاح مع ليفربول. في النهايه عايزين نقول ان محمد صلاح هو رمز لينا كلنا كمصريين، مدعاه للتفاخر طوال الوقت مش بس للمصريين، للمنطقه العربيه ولقاره افريقيا بشكل عام انها بتصدر نجم بهذه الامكانيات الكبيره وانه قادر ينافس اهم مواهب العالم في العصر الحديث، والنهارده بيتقارن مع ميسي ورونالدو ويتجاوزهم في جوائز فرديه كتير جدا. فبالتاكيد ده محل فخر لنا جميعا، وعشان يصل للمنطقه دي محمد صلاح تعب جدا 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 على المستوى الفردي هذا الموسم. على المستوى الفردي هذا الموسم محمد صلاح بيقدم انضج نسخه ليه، يعني مش بس عشان الارقام اللي الناس بتتكلم عنها، لا محمد صلاح قدم
انضج نسخه والاقرب الى التكامل. ليه؟ لان النهارده محمد صلاح اضاف مثلا في هذا السيزون انه اصبح مراوغ جيد جدا. محمد صلاح قبل الموسم ده ما كانش قادر ان هو يراوغ اثنين وثلاثه لاعبين ويخترق بنفسه، ما كانش ده بيتكرر. النهارده بيعملها في اهم مباراه في الموسم امام مانشستر سيتي، ثم يكررها في مباراه صعبه جدا جدا. محمد صلاح اصبح قادر على انه يلعب في مناطق بعيده قوي عن منطقه الخصم، انه ينزل لتحت قوي، وانه يقوم بعمليات التطوير، وانه يضيف للفرقه ويساعد زمايله في انهم بيخلق كم فرص كبير. فبشوف لا، محمد صلاح على المستوى الفردي فعليا قدم واحده من امتع النسخ لاي لاعب بيقدم مستوى فردي، وبلا شك يستحق على ما قدمه هذا الموسم ان يكون ما بين الثلاث لاعبين اللي هيقفوا على منصه الكره الذهبيه في نهايه الموسم. فهو ما كانش محظوظ الحقيقه ان فريقه على المستوى الجماعي حرم من اهم بطولتين بشكل درامي وبشكل يعني هو كان قريب جدا جدا. اعتقد ان تتويج صلاح بالدوري الانجليزي والابطال كان بشكل واضح جدا بيديه الكره الذهبيه، لكن ده مهم علشان يخلق لصلاح دافع جديد وحافز جديد يخليه يكمل اكتر ويخليه متحمس زي ما احنا شفناه النهارده بيكتب وبيقول ان انا متحمس جدا لبدايه موسم جديد. ده طبيعي وخلاص. خلينا قبل كمان ما نروح للارقام كمان عايز اقف عند يمكن السوشيال ميديا تداولت صورتين، يعني صوره طبعا وصول سان طبعا اللاعب الكوري الجنوبي لبلده واستقبال الناس ليه، وصوره مختلفه تماما عن وصول محمد صلاح لمصر لانضمامه لمنتخب مصر. تاني بقول العمليه دي خلي بالكوا الديتيلز الصغيره دي بتفرق جدا. يعني ناس تقول ايه المشكله، لا مش هقول لك في مشكله، ولكن الحاجات الصغيره دي لما يكون في استقبال يليق باسم محمد صلاح وما انجزه لبلده ولاسمه ده بيفرق جدا مع اللعيب، يعني بيفرق جدا مع التركات الصغيره دي بتفرق جدا. سون بيوصل هناك للمطار في استقباله مئات المشجعين، في استقباله ناس من الاتحاد الكوري، بعد كده كمان استقبله رئيس الجمهورية كأفضل أو لأول لاعب في آسيا يحصل على هداف الدوري الإنجليزي. الصورة مختلفة شوية عندنا في مصر، وزي ما بقولك إن الحاجات دي بتفرق. الصورة اللي قدام حضراتكم دي طبعا وصول محمد صلاح لطبعا مطار القاهرة للانضمام للمنتخب المصري. أنا كان رأيي كان المفروض الاستقبال يكون أفضل من كده بكتير. لازم الاستقبال محمد صلاح لما ينزل بلده يحس إن بلده مقدراه بالقدر الكافي. محمد صلاح لما يجي ينضم لمنتخب مصر، وخلي بالك ده من حقه، أصل تقول لي طب باقي اللاعبين، كمان باقي اللاعبين لازم يكون استقبال يليق بيهم، لكن محمد صلاح حط مصر وحط على الخريطة العالمية يعني بصورة كبيرة جدا. الصورة الثانية زي ما بقول لحضراتكم لسون. سون طبعا لعيب كويس وأول لاعب في آسيا يحصل على هداف الدوري الإنجليزي، ولكن خلي بالكم هي دي الديتيلز، الحاجات الصغيرة اللي لازم ناخد بالنا منها سعيد. الحاجات دي صدقني بتفرق في نفسيات اللعيبة، حتى لو ما يعني صلاح ما بيبينش، لكن أولا ده واجب علينا لما يقدمه محمد صلاح لبلده والاسم بلده. واجب علينا ان احنا نكرم هذا اللاعب بشكل صحيح. كبير. و التعامل مع صلاح، الجماهير الموجود في كوريا، انا كنت اتمنى حتى يتعرض حتى او يقول محمد صلاح هيصل القاهره يوم كذا، زي ما انت شايف صحيح. وصول سون طبعا كوريا جماهير واستقبال اكتر ومنظم، خلي بالك منظم. انا يا فرحتي ان انا ادخل جماهير او الناس عايزه تشوف محمد صلاح ويتبهدل، لا، في عمليه تنظيم، في زون محطوط، الراجل نازل في مسافات بعيده، الناس بتتصور معاه، يعني في ناس بتستقبله من الاتحاد الكوري من لكن الصوره مخالفه تماما هنا، تماما صوره مختلفه تماما. وزي ما بقول ده حق صلاح علينا يا جماعه، وما حدش يزعل مني ان انا بتكلم كده. في لعيبه كمان محترفه بشكل كويس، بنتكلم عن نني، بنتكلم على لعيبه تانية، لكن اللي وصل له محمد صلاح من حق محمد صلاح انه يحس بده في بلده. الاحساس لما بتحس ان بلدك بتكرمك صدقني افضل كتير جدا جدا لما بكرم في انجلترا او في المانيا او في اسبانيا او في تركيا. التكريم جوه بيتك بيبقى ليه شعور خاص وبيبقى ليه مردود مختلف. نتمنى ناخد بالنا من الديتيلز الصغيره دي. طبعا يا كابتن انا ممكن اتفق معاك في الجزئيه العامه، ان صلاح بما وصل اليه وحققه من انجازات وانه طوال الوقت بيضيف لاسم مصر الكثير، فانه يستحق تقدير
افضل واكبر بكتير جدا جدا، وانه يعني فعليا احنا ما عرفناش نعبر لا دولة او كشعب على حجم الانجاز اللي صلاح يستحقه ونقدم له التقدير الكافي لده. لكن لما اجي اتكلم على الواقع اللي احنا بنشوفها دلوقتي ومقارنتها بسون، انا بشوف انا عايز حضرتك يعني تسال صلاح الاول، انت كنت تحب الجمهور يستقبلك ولا لا؟ انا اعتقد ان صلاح ما كانش منتظر الجمهور ومش عايز استقبال، لانه لو عايز ما كانش هيتخفى في نظاره وكمامه وكاب بالشكل ده. انا اعتقد ان صلاح حريص ان زيارته تكون فيها شيء من السريه شويه، او ان هو مش عايز يختلط بالناس بشكل لا كبير. انا ما اعتقدش ده سعيد، لان لو العمليه اتنظمت بشكل كويس انا كنت محترف وعارف شعوري. انا لما اكون مثلا في المانيا وجاي عشان المنتخب مصر سعيد جدا، لو حتى وانا ماشي في المطار الناس بتقول شد حيلك كابتن ربنا معاك. التنظيم لو نفسه صلاح، لو صلاح فعليا ما كانش عايز يبقى اكيد، لو صلاح شخصيا كان مرحب بفكره ان الجمهور يستقبله، فانا اعتقد ان القصور عندنا احنا. لكن لو صلاح مش عايز، وانا تقديري الشخصي ان صلاح ما كانش عايز ده، ما كانش عايز ان الناس تبقى عارفه وان يستقبلوه بشكل كبير. وخاصه يا كابتن عايز اقول حاجه تاني، ان محمد صلاح مش اول مره يحقق الارقام الفرديه الجميله او يحقق جوائز فرديه، بخلاف سون ان الاول مره في تاريخه بيفوز. حلو حلو، حتى لما اعتقد انها مختلفه شويه. يعني خلي بالك، ما هو مع الوقت لازم برضو يكون في حاجه تتعمل. انا ما بتكلمش بصفه، يعني انا دايما على الحاله بنفسها. الحاله انا بتكلم فعلا في العموم، صلاح فعلا طبعا يستحق ان احنا نقدم له حاجات افضل، نقول له احنا شايفين انت قد ايه مشرفنا، شايفينك انت قد ايه رمز فعلا بتنقلنا الى مكانه اخرى ونقله ثانيه، ان انت فعليا اسهمت بشكل او باخر في رفع طموحاتنا ورفع امانينا وغذيت جوانا كلنا وجوه اولادنا القدره على ان احنا نتجاوز ونكسر اي حواجز وان احنا نروح مكان بعيد خالص. نروح مكان بعيد خالص كمان. صحيح. من خلال الارقام، يعني بص الارقام اللي بتتكلم عليها، مشاركه 51 مباراه، اهداف 31، صناعه اهداف 16 في الدوري، 23 هدف، صناعه الاهداف 13. خلي بالك كمان في رقم حلو قوي عجبني، من 2003 ما كانش فيه في دوري الابطال اي لاعب قدر يسدد 6 تصويبات على المرمى في نهائي دوري الابطال. صحيح. فتخيل كمان نهائي دوري الابطال، اعظم بطوله على مستوى اوروبا وبيحقق فيها ارقام كبيره. صلاح في نهائي دوري ابطال اوروبا في التصريح اللي قاله قبل المباراه، ان انا مستعد وانتظر ريال مدريد وعندي رغبه في الصقر، اعتقد انه كان محضر جدا وكان جاهز جدا لهذا التحدي بما قدمه في المباراه النهائيه. فعليا يعني مش قدم افضل اداء لمحمد صلاح، لا ده بيقدم افضل اداء لاي لاعب ممكن يقدمه في مباراه نهائيه، وخاصه بحجم نهائي دوري ابطال اوروبا. كان متفوق على نفسه بشكل غير عادي، يمكن احنا وهو حرمنا من واحده من اجمل الاهداف في تاريخ دوري الابطال، لما تشوف يا كابتن الكوره وهي نازله اللي عملت كنترول عظيم قوي ده قوي. ده للاستقبال لوحده ده معجزه، يعني يتعزف عليها كتير جدا، ثم المراوغه ثم الانهاء. الانهاء كابتن بالقدم الميته او قدم اليمنى، شوف الكره فعلا محمد صلاح سجلها كتير قوي، لكن لانه امام حارس مرمى رد فعله مش عادي. يعني كورتوا فعليا بيفرق بمسافات كبيره قوي في فكره، في تفصيله رد الفعل تحديدا، رد فعله على التسديدات رد فعل خارق. والتسديده دي كمان بالذات يا سعيد، وده ينقلنا للصوره اللي بعد كده، ان بعد الكره ما طلعت كورنر كل مدافعين ريال مدريد راحوا حضنوا كورتوا وكانه صد ضربه جزاء. صحيح. والشوط اخطر. صحيح. فعليا لانها في كل مره صلاح سجلها، ولا مره صلاح بيروح في المنطقه دي وهو بيشتغل قوي على دقه الانهاء، هتروح في انهي زاويه وانهي ارتفاع وباي قوه وباي دقه. فصلاح عمل كل الحاجات اللي تخليك تشوف رائعه، مش هدف، تشوف رائعه من روائع دوري ابطال اوروبا اللي تستحق انها تتحط في النهايه في متحف فيفا ومتحف الابطال. لكن للاسف الشديد احنا حرمنا وهو حرم، وربما هو النهارده التوفيق غاب عنه وهو بيقدم افضل حاجه ليه. صحيح. لكن التوفيق بيجي له في حاجات ثانيه، والناس في بعض المباريات ما بيكونش بهذا التالق وبيسجل. صحيح. هنا بقى المعادله اللي هو بيقول لك، هو التوفيق هيجي لك في اوقات الناس تشوف ان انت ما عملتش كل حاجه، بس لا، انت عملت كل حاجه في اوقات ثانيه، علشان كده التوفيق راح لك في الزفر. طيب عايز اكلمك في جزئيه ثانيه. طبعا حصول محمد صلاح بمناسبه على جائزه الهداف مع سون، وكمان افضل اسيست، لكن كمان مرشح للحصول على افضل لاعب في البريمير ليج، مع طبعا لو كمان نجيب صور في 5 مرشحين بجانب صلاح للحصول على هذه الجائزه. تفتكر رايحه لمين؟ هل محمد صلاح يستحق فعلا هذه الجائزه؟ بالتاكيد مفيش شك. يعني طبعا يعني دول الستة المرشحين، طبعا فان دايك ليفربول، طبعا هاري كين
توتنهام، ساديو ماني، ليفربول، كريستيانو رونالدو، المان يونايتد، صلاح طبعا ليفربول، ودي بروين المان سيتي. انا عايز اقول في البدايه ان خروج سون من الترشيحات يعني هو امر غريب جدا جدا صح. جدا يعني مظبوط يعني يستحق ان هو يقف على نفس المسافه مع محمد صلاح ودي بروين، هم دول اهم ثلاث لاعبين. هتحط سون مكان مين من دول؟ يعني خليني احطه مكان هاري كين او فان دايك، يعني بالتاكيد هو افضل من الثنائي، وكمان يعني انا شخصيا افضله على رونالدو وعلى ساديو ماني، يعني هو بعد صلاح ودي بروين بشكل مباشر. بشوف ان صلاح فرصه اكبر، لان زي ما قلنا صلاح على المستوى الفردي رقميا بعيد جدا جدا، لكن مش بس رقميا، محمد صلاح يا كابتن هاني افضل ما فيه هذا الموسم لما تدقق في التفاصيل، فعليا هو اضاف لنفسه اشياء جديده زي ما قلت لحضرتك من بدري، انه بدا ينزل تحت كتير وبقى عنده ثقه في فكره ان يجي عليها مدافع واتجاوزه مدافع واثنين وثلاثه، فبقى عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا، بعيدا عن ان هو بينهي الهجمات بشكل كويس، كان دايما خلاف حوالين صلاح، هو منهي جيد للهجمات، هو فينشر رائع، هو هداف، لا صلاح بقى في الموسم ده بالتحديد بيعمل كل حاجه في الكوره، فعليا اصبح لاعب مرعب وخطر جدا جدا على اي خصم. عايز اقول كمان ان صلاح في الموسم ده في الدور الثاني بالتحديد لما يورجن كلوب قرب ساديو ماني للمرمى بشكل اكتر ولعبه في مركز المهاجم الصريح، فده خلى شريك اخر يقاسم صلاح التورته التهديفيه في الدور الثاني بالتحديد، واللي اثرت على ارقامه شويه، يعني قللت صلاح في الدور الثاني تاثر شويه، لان اصبح في لاعب اخر بينهي الهجمات واقرب للمرمى من صلاح، بخلاف لما كان بيحصل مع فيرمينيو بالتحديد اللي بيقوم بادوار تحت كتير قوي، فده بيخلي صلاح هو المنهي الوحيد او بنسبه 70 ل 80% هو اللي بينهي هجمات ليفربول، ومع ذلك قدر صلاح انه يقدم الاداء الفردي في كل مناطق الملعب بشكل قوي جدا يستحق عليه في النهايه. في كمان رقم يمكن كمان من الارقام، مش رقم صلاح السنه دي، يعني قائمه اكثر اللاعبين تسجيل وصناعه للاهداف في البريمير ليج من موسم 2017 2018 رقم واحد، يعني من 2017 2018 لغايه هذا الموسم محمد صلاح نمرة واحد ب 164 منهم 118 هدف و 46 اسيست. بنتكلم صلاح رقم واحد، رقم اثنين هاري كين، رقم ثلاثة سون الكوري، رقم أربعة ستيرلينج طبعا لاعب السيتي، ثم يأتي دي بروين وساديو ماني. أيضا في خلال بنتكلم كمان على إحصائية خلال الأربع سنين اللي فاتوا من 2018 ل 2022 أكتر اللاعب سجل على مستوى البريمير ليج صناعه للاهداف وتسجيل للاهداف محمد صلاح ب 164 هدف. كمان على مستوى التجميع ما نتكلمش على هذا الموسم بس، يعني فكره الاستمراريه هو ده بقى بينفي مقوله ان محمد صلاح لاعب الموسم الواحد اللي اتقالت في فتره من الفترات، طبعا دي تجاوزناها من بدري شويه، لكنه بياخدنا لمرحله ثانيه اللي هي بتضيف معانا الرقم اهو. دي طبعا زي ما قلت لحضراتكم ده اكتر لاعبين تسجيل وصناعه للاهداف منذ عام 2017 2018 صلاح بيتصدر ب 164 جول زائد اسيست. صحيح، يعني خلينا نقول ان الاستمراريه وانك لمده خمس سنوات بتتجاوز كل هؤلاء النجوم وبفجوه كبيره، خلينا نقول ان الارقام بعيده شويه يا كابتن، يعني انت بتفرق ب 35 و40 هدف عن الثاني و60 و70 هدف عن المركز الثالث، وبتفرق عن دي بروين اللي هو دي بروين 102 صلاح 164، يعني انت بتفرق اكتر من 60 جول مع اهم لاعب في اهم منظومه داخل البريمير ليج، الفريق اللي فايز باربع نسخ من اصل خمسه، فانت بالتالي لا انت على المستوى الفردي بتقول انك خارق. صحيح، يعني انت مش طبيعي فعليا اللي قدمه محمد صلاح على المستوى الفردي في الخمس سنين الاخيره واستمراريته كمان من ثلاثه لخمس سنين اخرى، ده يعني هيرفع من قيمته ما بين اساطير البريمير ليج والكره العالميه بشكل كبير جدا جدا، هتخلي الفجوه بينه وما بين نجوم افريقيا يعني فجوه يعني تعادل الفرق ما بين السماء والارض. طبيعي. طب انا عايز اخدك في حته ثانيه قبل الفاصل يا سعيد، كنا منتظرين هل تجديد محمد صلاح تعاقده، بعد التقارير اللي وصلت اخيرا ان من الممكن انتقال محمد صلاح في نهايه الموسم القادم. يعني هيلعب السنه دي مع ليفربول، ولكن العام القادم سينضم الى المان سيتي مجانا من ليفربول. صحيح. طيب انا قريت التقارير اللي قالت فعليا ان محمد قالت كده نصا ان محمد صلاح
عنده رغبه اذا انتقل من ليفربول انه يخوض تجربه مع فريق انجليزي اخر قادر على التنافسيه على كل البطولات. هنا كل التاويلات راحت في سياق مانشستر سيتي هو الاقرب لضم محمد صلاح، ومحمد صلاح ما عندوش مانع للانضمام لمانشستر سيتي. لكن لو قلت لي انا وجهه نظري، مش وجهه نظري، تحليلي للي اتقال ده واللي تم تسريبه في التوقيت ده، انا بشوف ان وكيل محمد صلاح بيمارس ضغوط في الفتره الحاليه على ليفربول بدءا من اللي قاله محمد صلاح بشكل مخطط في المؤتمر الصحفي الاخير انه هيلعب الموسم اللي جاي مع ليفربول. خلي بالك هو محمد صلاح لما يقول انا مكمل الموسم الاخير مع ليفربول، ده شيء مش يعني ما يسعدش اداره ليفربول ولا يرضيها طبعا. لو انت هتلعب بدون تجديد فانت بتحطني تحت الضغط اكتر، وكلما اقترب رحيلك فانت هنا بتدفعني ان انا اقبل شروطك. فانا بشوف الخطوه دي اولا، ثم تسريب انه مستعد يلعب في نادي انجليزي اخر، دي خطوات تصاعديه للضغط على اداره ليفربول، اما ان تلبي طلباتي واما انك استاذنك هشوف تجربتي في مكان تاني. انا شخصيا بشوف ان محمد صلاح التقدير المادي اللي عايزه في ليفربول، وكل التقارير بتقول 400,000 استرليني اسبوعيا ده الرقم اللي هو عايزه، الانديه الانجليزيه كلها هتقدم له نفس الرقم، يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، اي حد هيقدم له. لكن انا بشوف ان مش هيكون ده الهدف بتاع محمد صلاح وحده، وهشوف ان المغريات هتكون اكبر من انديه تانيه زي باريس سان جيرمان او ريال مدريد. فاذا قرر الخروج من ليفربول اعتقد انه هيكون في خطوه ثانيه خارج الدوري الانجليزي. انا بتفق معاك، لان محمد صلاح مرتبط جدا جدا بالبريمير ليج، وافضل دوري يقدر محمد صلاح يستكمل ارقامه وتالقه هو البريمير ليج. لكن كمان على مستوى السوشيال ميديا، محمد صلاح نزل تويتر لرساله لجماهير ليفربول نحب نشوفها مع حضراتكم كمان، لان ده كمان مهم، كانت رساله لمحمد صلاح. يعني طبعا زي ما انت بتقول محمد، دي التويته ومحمد صلاح بيتكلم على انه هو لا ما بيهموش الالقاب الفرديه اختصارها صحيح. ولكن على المستوى كان يتمنى عوده النهائي مره اخرى والفوز به. ده بيدي كمان انطباع او رساله للجماهير، ان بعض الناس كان بتقول ان محمد صلاح بيلعب بشكل فردي لتحقيق ارقام فرديه، ولكن هو كمان بيتكلم هو ممكن يتنازل على كل الالقاب الفرديه مجرد انه طبعا يفوز ببطولات على المستوى الجماعي. اعتقد انها رساله مهمه جدا بيتدارك فيها خطا ربما وقع فيه في الفتره الماضيه، لما اتكلم عن فكره ان انا افضل لاعب في العالم وان انا شايف نفسي افضل لاعب في العالم. هي طبيعي في ناس كتير، محمد صلاح بالتحديد من حقه يقول كده، احنا شايفينه كده. انما هل ده يتسق مع شخص محمد صلاح؟ هو ربما ده يعبر عن شخص كريستيانو رونالدو اللي بيطلع طول الوقت ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش هو يناسب شخصيه ده، لكن شخصيه محمد صلاح اللي ارتبطت بالجمهور مختلف عن ده. فهنا صلاح لما الناس بدات تشوف ان انت عندك اطماع ان انت تحقق ارقام فرديه ومش مركز في حاجات تانية، فهنا بيتدارك الامر من لا انا مستعد اتخلى عن اي شيء مقابل ان انا افوز بالالقاب الجماعيه. ويمكن هنا هو لحق رد على ساديو ماني، لان ساديو ماني في المؤتمر الاخير قال انا عندي استعداد ان انا اخسر جائزه افضل لاعب مقابل ان انا افوز بدوري الابطال، ولو انا خسرتها اخسرها لبنزيما. في صراع لسه بيحصل، في صراع. وساديو ماني اعتقد كمان رايح باير ميونخ في النهايه. طبعا سعيد بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا بشكرك جدا ودايما مبسوط انا معاك. شكرا جزيلا لسعيد طبعا علي ناقدنا الرياضي. بعد الفاصل كمان في فقره مميزه مع نجمنا محمد الباز، انتظرونا.